فعلا نروح لنستقبل ضيفنا. يعني المساحة الطبية والصيدلية الطبية غنية زينب، وراح نكون بمساحتنا الأخيرة مع اللون الأخضر، ونحكي فيه بصيدلية الطبيعة وعن بعض الفوائد والأعشاب. بيسعدنا أكيد نرحب اليوم بالدكتور جلال فندي الاختصاصي بالنباتات الطبية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يعني بما انه عم نحكي عن اللون الاخضر والنباتات الطبيه، وسوريا غنيه جدا بانواع نباتات لها فوائد طبيه وعطريه ايضا ومشهوره، في منها المشهور بس في يمكن الناس ما كثير بتعرف فوائد طبيه لها، خبرنا عن اهم هالنباتات. بالحقيقه مثل ما تفضلتي بالبدايه انه سوريا تعتبر من الدول الغنيه جدا بالتنوع النباتي بشكل عام والطبي بشكل خاص. هذا ناتج عن تعدد البيئات المناخية السورية، من المناخ الرطب إلى المناخ شبه الرطب إلى المناخ الجاف. صحيح. انعكس إيجابا على وجود عدد كبير من النباتات الطبية، نادرا ما تتواجد في بلد واحد. حقيقة الموضوع له شقين، الشق الأول هل هذه النباتات فعلا مستثمرة من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الطبية؟ نحن كان على مدى عقود من السنوات كان في عندنا شيء اسمه الموروث الشعبي باستخدام النباتات الطبية، يلي هو عبارة عن الزهورات الشامية أو إلى ما هنالك اللي بتتحضر ببيوتنا، لكن حقيقة نحن ما عرفنا نطلع من موضوع الموروث الشعبي الضيق للاستخدام النباتات الطبية. ما تناسب هذا الشيء، هذا الاستخدام، مع غنى البلد بهالتنوع النباتي الكبير. فكنت عم تسأليني إنه نحن مثلا شو عنا شيء من النباتات. نحن دائما لما بنيجي نحكي عن النباتات الطبية بتلاقي الموضوع دائما بتلاقي بيحكوا عن النباتات المطروقة يلي الناس بطبيعة الحال هي بتستخدمها وبتشربها ببيوتها، لكن حقيقة موضوع الأهمية الطبية والاقتصادية للنباتات الطبية هو أعمق من ذلك بكثير. يوجد في سوريا عدد كبير من النباتات الطبية ذات الأهمية الطبية العالية غير المستثمرة، حتى شعبيا غير معلومين. نحن بالإعلام حكينا أكثر من مرة عن موضوع الزعرور البري وأهميته الطبية المشهورة عالميا على مستوى العالم، والشيء بالشيء يذكر. بالنسبة لموضوع النباتات الطبية حقيقة حاليا أكثر بلدان العالم تقدما أصبح استخدام النباتات الطبية لديها هو جزء من ثقافتها الشعبية، يعني ما عاد موضوع هو عبارة عن كوب ساخن أنا ممكن أشربه لأجل التسلية أو كأني عم بشرب أي شيء، وإنما هو جزء من ثقافة أصبحت أساسية لدى بلدان المتقدمة، شعوب البلدان المتقدمة، بهدفين حقيقة، الهدف الوقائي والهدف العلاجي. ونحن ما نستهين أبدا بالموضوع الوقائي، لأنه رب سائل يسأل أنه هل يمكن بلحظة من اللحظات أنه أنا أقدمها بديلا عن الدواء؟ طبعا لما أنا بكون متقدم بالحالة المرضية جدا أكيد ما راح تكون بديلة عن الدواء، لكن أنت باستخدامك المديد للنباتات الطبية رح تاخد تأثير داعم، رح تاخد للمناعة، رح تاخد تأثير وقائي للعدد كبير من الأمراض، رح تاخد تأثير يساعد على التخفيف من الأعراض المرافقة لأي مرض. وبدكم هلا منبلش نذكر أهم هي النباتات. أنا بلشت مثلا بموضوع الزعرور البري، موضوع الأمراض القلب المنتشرة بشكل واسع وأمراض الأوعية الشرايين خاصة. نحن دائماً عم نلاحظ هاي المشكلة شائعة وارتفاع ضغط الدم. من النادر جداً أن يوجد عشبة أو نبتة طبية آمنة يمكن استخدامها كشاي طبي يومي تساعد على خفض ضغط الدم وبشكل آمن إلى حد كبير، وأجريت عليها طبعاً. هون بدنا نميز أنه نحن أي نبات بنحكي عنه بعيدين كل البعد عن الاستخدام الشعبي، عم نحكي عن نبات طبي مدروس عالميا، عليه أبحاث سريرية، محدد الجرعات، محدد الأثار الجانبية. وبالتالي لما بنحكي عن النبات بنحكي عنه بشكل علمي، ممكن أنه نوصف ضمن هامش أمان. لا، نحن عم نحكي عن نباتات الاستخدام المباشر يلي الناس اللي بتعاني من ارتفاع ضغط الدم ممكن أنه تلجأ لاستخدام زهر الزعرور يلي نحن حتى البري المنتشر بكثرة في منطقة جبل الشيخ، هون منطقة جبال الساحل السوري كمان منتشر بشكل واسع، أبحاث عالمية عديدة بالعشرات والمئات بتأكد أهميته لصحة القلب، تقوية عضلة القلب، خفض الضغط الشرياني،
خفض الشحوم، خفض الكوليسترول بأدوية التنحيف كلها الطبيعية. عم نشوف مركب أساسي هو خلاصة زهر الزعرور البري، وبالتالي الناس فيهم يستخدموه كنبات طبي، بيساعد على تحسين الاستقلاب، بيساعد على التنحيف، على تخفيف من الشحوم والكوليسترول الضار إلى ما هنالك. فتخيل أنت عندك عشبة بهالأهمية الطبية، هي اللي هي بألمانيا من أكثر النباتات الطبية مبيعا كشكل وقائي مثل ما حكينا. من بعد سن الأربعين بتلاقي الناس بتاخدها كبسول مسوقة بمنشآت صحية وليست معامل أدوية بتلاقيها، تمام؟ فبتلاقي الناس كلها بتاخدها بشكل وقائي، بينما نحن عندنا الاستخدام بشكل ضيق جدا، وجزء كتير كبير من الناس ما بيعرفوها. هذا على سبيل المثال بالنسبة فيما يخص القلب والشرايين. وبتعرفوا قديش منتشرة هاي المواضيع، هذا الأمراض، هذا من أكثر الأمراض الانتشارا. فلما أنا بقدم نبات طبي يحتوي على مجموعة من الفلافونويدات ومضادات الأكسدة وتساعد بالوقاية من تطور المرض أو حتى حدوثه وعلاجه بالمراحل الأولى، راح يكون الفعالية الطبية أو الفائدة الطبية بالنسبة للإنسان هي ذات قيمة كبيرة. نعم. جدا. يعني دكتور نحن عم نحكي عن النباتات والأعشاب الطبية وإلى دور وقائي مثل ما ذكرت حضرتك، وممكن يكون إلى علاجي إذا بدنا نقول، أو مساعد للعلاج إذا كانت الحالات متقدمة. خلينا نحكي عن الطرق الصحيحة لاستخدام هاي النباتات. في أشخاص بيقولوا مغلية، في أشخاص لا إذا غليناها كتير بتطير الفائدة منها. حقيقة هون أنا يعني ولو أنه يعني ما رح نحكي بشكل تخصصي كتير مشان الناس ما رح تميز بين الزمر الكيميائية، بس نحن فينا نقول أنه الاستخدام بيختلف حسب نوع الزمرة الكيميائية الموجودة. بالعامية رح أقولك أنه إذا كانت المركبات الفعالة هي عطرية، هي زيوت عطرية، فنحن ما بنغليها، هي شائعة ومعروفة لدى الناس. لكن ببقية الزمر الكيميائية أنا بحاجة إلى الغليان لحتى أني أكون قادر على استخلاص النسبة الأكبر من المواد الفعالة. فنحن بالنسبة للزعرور البري ممكن انه ولو انه نسبة الزيت العطري فيه منخفضة والمجموعات الزمر المكونات الفعالة هي غير الزيوت العطرية، ممكن انه احنا نغليه لمدة 5 دقائق، والجرعة الموصى بها هي 15 جرام من العقار الجاف او من الازهار الجافة ل 250 ملي من الماء الساخن. طبعا ممكن انه نحن الجرعه القصوى اللي ممكن ياخذ الانسان باليوم هي 30 ل 35 جرام من الازهار الجافه. عم نحكي عن الازهار، هي جزء طبي، ودائما لازم نميز بموضوع الجزء المستخدم، لانه هلا نحن بالفتره الخريف بنلاقي بلش ينزل ثماره البريه، طبعا بنشوفها بالاسواق. هون نحن عم نحكي انه على الازهار، الازهار هي الجزء النباتي المستخدم. يمكن كتير كمان نرميل في نباتات هلا عم بتساعد بحل مشاكل عم تؤدي لامراض، مثلا مثل ما بيقولوا لك لمرضى السكري القرفه مثلا كتير منيحه، او حتى للي بيعانوا من الضغط الزعتر البري. خبرنا هلا الاعشاب الموسميه هلا موجوده حاليا ممكن الناس تستفيد منها، وخاصه نحن بالشتاء بتظهر عنا الروماتيزم، المفاصل، الزكام، وهلا كورونا. شو بتنصح هيك كأعشاب طبية موجودة حاليا الناس تستفيد منها وما بتعرف أو بتجهل قيمتها الطبية؟ بالحقيقة سؤال مهم، أنه نحن بزمن الأوبئة وانتشار أمراض بشكل كبير، هل يمكن اللجوء إلى صيدلية الطبيعة للحد أو التخفيف من بعض الأعراض أو الحالات المرضية؟ حكيت على الجانب الوقائي والعلاجي بالمرحلة الأولى. نحن بما أنك ذكرت عن انتشار خلينا نقول الأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام، سواء الفيروسية أو الجرثومية، في عنا من النباتات الذهبية حقيقة العالمية اللي نحن موجودة بالبيئة السورية وغير معروفة أو مجهولة، هو نبات البيلسان اللي دائما نحن بحب سلط الضوء عليه لأنه كتير له. البيلسان غير الكينا؟ البيلسان حقيقة أنا رحت بعد سؤالك من نهايته برجع حبيت انه لانه كثير ناس بيهمها هلا موضوع الكوفيد 19 والى ما هنالك، وقديش الاثار السلبيه وقديش ممكن نخفف نحن من، فنحن هون بحاجه الى عشبه او نبات طبي بيساعدني على تخفيف وتسكين الالام، خفض درجه الحراره. بنبات البيلسان حقيقه عنده قدره على، بنسميه معرق، عنده قدره على خفض درجه الحراره
وتسكين الألم نتيجة احتوائه على عدد كبير من المكونات الكيميائية المتعددة التي تنتمي إلى زمر كيميائية متعددة، بالإضافة إلى الزيوت العطرية. نسبة الفلافونويدات الموجودة فيه نسبة كبيرة، فعالية مضادة للأكسدة أيضا عالية جدا، وبالتالي ما تشير إليه الدراسات وما أثبته الدراسات العلمية أن أمراض الجهاز التنفسي خاصة والإصابات بما فيها بين قوسين الفيروسية عم يكون في له دور كتير كبير بالتخفيف من الحالة الإنتانية المنتشرة. إذا كان في عندنا كمان إنتان جرثومي مرافق رح يكون في له دور كتير كبير بتخفيف من السعال بطرد البلغم، له دور مقشع. بتعرفي حالة السعال الشديد الهجمي اللي ممكن انها تصيب الانسان بهالحالة الى دور كتير كبير بتخفيف هذا السعال ومعالجة الانتان المرافق. يعني دكتور بالختام، لا غنى عن صيدلية الطبيعة والأعشاب الطبيعية كنمط حياة صحي ممكن نحن نتبعه. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتنا اياها الدكتور جلال فندي الاختصاصي بالنباتات الطبيعية. اهلا وسهلا، شكرا لوجودك معنا ولكل النصائح اللي اعطيتنا اياها.